حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بعنوان السلم المجتمعي وبناء جسور المحبة، والتي استضافت فيها الأستاذة رولا السمعين صحفية وكاتبة مختصة في شؤون الحوار والسلم المجتمعي. فإلى هناك. الإنسان دائما يسعى دوما إلى الأفضل، وسعي الإنسان بحد ذاته هذا اجتهاد. لما بقول لك إنه واجهت جهاد الحسن، فهو سعي الإنسان لدائما إنه يكون مجتهد وإنه يحقق المثالية المنشودة، وحدة كامل يعني صحيح. إحنا بحياتنا ووجودنا، لكن ننظر لبعض الشخصيات اللي بتكون ناجحة وبتطمح أيضا للوصول للمثالية، مثل حضرتك. يعني أنت أستاذة جامعية صحفية، دخلتي بالإعلام من الإعلام الرسمي، كنت بالجوردن تايمز كاتبة، و أيضا تابعت تقاريرك وتابعت يعني كتاباتك، وإنسانة واقعية وتطمحي دائما إنه في المجتمع المثالي، المجتمع اللي يكون أو الحياة المثالية أو العالم الأفضل دائما نسعى. إذا نتفرج على مفهوم المثاليات، هي الأسس. نعم. هي الأسس الحياتية اللي الإنسان بيمشي عليها، وبعدين بنحكي إذا لم تطبق هذه الأسس، هذا لا يعني بأن الخطأ فيهم. زي ما بنقول مثلا القوانين موجودة حتى تحكم وتنظم العلاقات المجتمعية وعلاقات الأفراد. إذا علاقات الأفراد فشلت، هذا لا يعني القانون فاشل، بل يعني أنه هناك تحديات لازم على الأفراد أنه يتخلصوا منها، يواجهوها حتى يقدروا يتمكنوا من أنه يستمروا. هلا بنحكي عن المثاليات. المثاليات هي ما يجمل الحياة، هي السبايسز اللي نعطيها إحنا للحياة. إذا إحنا نتطلع، إذا نظرتنا مثلاً، إحنا دائماً نقول للطفل، بنقول له لازم لما بتدرس فكر إنك تجيب أنت معدل 100%، لأنه إذا جبت أنت معدل، إذا حطيت في بالك بجيب 50%، معناته أنت رح تفشل، لأن أنت رح تكون مركن إنه أنا بس بدي 50 وأنجح. لكن إذا حطيت في بالك بدي أخذ الأعلى، إذا أجبت أنت بالـ80 بالـ90 بكون هذا علامة مقبولة، لأنه هذا الجهد اللي أنت بذلته لحتى توصل للرقم المثالي. أيوه. فالمثاليات هي ستاندرد، هي ما نطمح له أن نكون، ما يطمح الفرد لأن يصل إليه، ما يطمح المجتمع لأن يصل إليه، ما تطمح المؤسسات أن تكون مؤسسات مثالية. فهذه المثاليات هي ستاندرد عالية أو أسس عالية كل حدا بحطها لحاله، المؤسسة لحالها، المجتمع لذاته، حتى يقدر يستمر يوصل ويكون في عنده دافع أن يضله باستمرار يوصل للأحسن. رولا، لما منقول السلم المجتمعي، وهلأ عنوان حلقتنا عن السلام والسلم المجتمعي، تعرفي لنا للمشاهد شو معنى السلم المجتمعي؟ السلم المجتمعي بيرتكز على مبدأ أنه الفرد، كل فرد فينا بحاجة إلى الآخر، كل فرد فينا لابد أن يرتكز على الآخر. ما في حدا بيقدر يعيش بمنعزل عن العالم كله بالمطلق، لأنه كلنا بحاجة لبعض من ناحية نفسية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، الوجودية. نعم. فهي كمان تنبثق من فكرة الوجود الفردي. نحن كلنا بحاجة لبعضنا البعض، نرتكز على وينبع من الاحترام وتضبط القوانين، القانون العادل الشامل اللي بيكون قوي. هذا الوجود، السلم المجتمعي، مع هذا الوعي لهذا والإدراك لهذا المفهوم، بالإضافة إلى القوية العادلة، هي اللي بالتالي دغري نحن نقدر نعرف بأن المجتمع بلا بد أن يزدهر، لأنه في سلم مجتمعي. إحنا بالمجتمعات بالعادة، إحنا اللي بتروح بتيجي بتسافر، بتعرفي إذا مثلا هذا المجتمع فيه سلم مجتمعي أو لا. إذا بدك تحسي، لأن السلم المجتمعي هو إشي محسوس وليس مجرد كلام، بدك تحسي إذا المجتمعات فيها سلم مجتمعي، هي إذا بتعرفي إذا هاي المجتمعات تتطور، إذا بتغيبي وبترجع، وفي كل فترة وفترة في تطور، وبالذات هلأ عم نحكي عن التطور التكنولوجي، إذن لابد إنه هذا المجتمع فيه سلم مجتمعي، لأنه كل فترة وفترة عم بيزدهر وبتطور. هلأ عم نحكي سلم مجتمعي، هذا لا يعني إنه ما في تحديات، مرة تانية بنقول ما في عقبات، ما في صعوبات، بالعكس، لأنه موجود، لأنها عم تتطور، لابد أن يكون في هاي الأمور، لكنها بتواجهها بالقانون وبتضامن الشعب وبحبتهم لبعضهم البعض وسندهم لبعضهم البعض. وهذا اللي بنحكي احنا عن الأردن، نحكي دائما انه وطننا هو مثال للاستقرار في منطقة ملتهبة. نعم. فالسبب لأنه تضامننا لبعضنا البعض، محبة الأردنيين لشعبهم، لقيادتهم، وفي عندك قانون قوي، ويعني قيادة هاشمية حكيمة، كل هاي المكونات الضرورية اللي حتى ونحن كبلد صغير هلا 100 سنة
شوفي قديش تطورنا على مدى هذه المئة سنة ولا نزال مستمرين في التطور وبالذات مواكبين العصر التطور التكنولوجي. فمثلا لما منقول سلم مجتمعي علاقته مثلا بالتعليم يعني كيف بدي حق سلم مجتمعي في انه بمجال التعليم؟ يعني احنا بدنا هلا ندخل قطاعات قطاعات لانه احنا كمجتمع يعني مقسم مجزأ، قسم تعليم، قسم اقتصاد، قسم طبي، صحيح. فبموضوع التعليم وانا بدي اجيت على موضوع التعليم لانه هي ثقافه، صحيح. لما نحكي انه ثقافه السلام في مجتمعنا والسلم المجتمعي فهي نوع من الثقافة، والثقافة بناخدها نعم من التعليم، صحيح. من بيوتنا، مزبوط. من ديننا، مجتمعنا، صحيح. نعم التعليم موضوع جدا مهم. زي ما بنحكي التعليم هو اللي بينشئ شيبس، يعني بيشكل المستقبل للأطفال. هلا إذا احنا حاطين كمجتمعات خارطة مستقبل لمجتمعاتنا طبعا، وكلنا بنحب ان مجتمعاتنا تزدهر، كلنا بنحب ان نعيش بسلام واطمئنان والوئام، بلا شك اول خطوة بنعملها متوجه الى التعليم. زي ما تفضلتي التعليم، ما عم بحكي انا عن مجرد التلقين، أنا بآمن بالتلقين، بحس التلقين جدا مهم بس ما يكون هو 100% في الحياة الدراسية. لأنه في يوم من الأيام الأشياء اللي إحنا كنا ناخدها محافظينها عن غيب وإحنا صغار أحيانا بتجي على عقلك بتلاقيها ولا هي عم بتكرريها بتعديها ما بتكون عارفة إنك حافظتيها. فالتلقين جدا مهم لأنه هي رياضة للعقل. فإحنا بنحكي عن التعليم كثقافة، نحكي عنه كغذاء للعقل، نحكي عنه كسلاح للمستقبل. فهو التعليم جدا مهم، البرامج التدريسية لازم تنحط، لازم تكون مدروسة بعناية. المدرسة والجامعة هي أول البيئة اللي بيطلع فيها الطفل، يعني من بيت لبيت، فلازم العناية تكون من ثلاث نواحي بالمدرسة. يعني بتتذكر ان احنا يعني واظن هلا ما بعرف الرياضة جدا مهمة كانت عندنا بالمدرسة، التربية الدينية جدا مهمة كانت عندنا بالمدرسة، وبالإضافة إلى العلم، العلم والمعرفة. بالإضافة إلى العلم عندك الثقافة، البيت لازم يكون في عنده، ما يركن على المدرسة بجزء. المدرسة بتلعب دور كتير مهم، بس أقول خلي 90-20% هي الثقافة اللي بياخدها زي ما تفضلتي، بياخدها الطفل من بيته، من بيئته، من مجتمعه. فهذا كله اللي بيكون الطفل. عشان هيك إحنا لما مجرم خلينا نقول أو من يتعدى على القانون دغري بنقول نفسيته أو خلفيته، دغري ندرس الخلفية، ندرس النفسية طالع منها. فهذا إشي جدا مهم لبناء السلم المجتمعي. الإعلام بكل ما يبثه من سموم ومشاهد دامية ودمار يغتال فينا السلام الداخلي ويؤجج العنف والحقد والكراهية. نرى كل وسائل الإعلام وكل التقارير تنقل العنف ولا نجد من يركز على مشهد أو مبادرة تنقل المعاني والقيم الإنسانية. ما دور الإعلام وما هي رسالته؟ يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتسمم كل أفكار شبابنا وأطفالنا. ما دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة السلام؟ ما دور الكنائس والجوامع في تعزيز دور المنابر لتكون منابر محبة وليس منابر تقليدية تقوم بمهمات يعني أحياناً لا تنقل أي قيم إنسانية في وتعزز أحيانا خطاب الكراهية في مواجهة يعني تنقل ما هو مؤلم وليس ما هو إيجابي. مدارسنا يعني وأنت حكيتي عن أهمية التربية أخت رولا، هل لديها دستور أخلاقي يعزز القيم الإنسانية لتربية أجيال على مفاهيم الأخلاق والمحبة والسلام إلى جانب التعليم الأكاديمي؟ دكتورة غابت عن حياتنا التربية على القيم وأصبحت الجرائم حدث عادي لا يحرك فينا الرفض للظلم والحقد أو نبذ هذه الممارسات. ألعاب أطفالنا للأسف يعني هناك لا يوجد رقابة على الألعاب اللي كلياتها قتل ودمار، فأصبح الطفل مدمن على خطاب يعني كل قيمنا اللي بنحاول كأسرة إن نزرعها فيه هذه الألعاب كلياتها تنسفها. دكتورة يعني أرضنا أرض فلسطين والأردن انطلقت منها رسالة السلام والمحبة،
فكيف لهذه الأرض التي تفوح قداسة ورسل وأنبياء أن تمارس بحقها كل هذه البشاعة والكراهية؟ وقداسة البابا يعني الرسائل يبثها جميلة، ولكن في ظل انعقاد هذا المؤتمر في الرياض اللي بيطالب بثقافة ووقف الحرب ونزع فتيلها، أن يكون للمؤسسات الدينية الدفاع عن السلام وعن أرض السلام.